Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana Bilal Abdul Karim, the OGN. Wa ana listu fi Amerika. Al an ana fi Idlib, Syria. Binish بالضبط. Wa kama tara al-lawha wara'ana aw al-rusuma wa sahib al-rusuma huwa Abdul Aziz al-Asmar wa uridna kulluhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam. Ahlan wa sahlan. Baladkun sharaftuna. Ma kana yuhuthuk على هذه رسومة بالضبط؟ بعد حملة العنصرية ضد السود في الولايات المتحدة ولأن نحن شعب مقهور ومظلوم نحن شفنا من أنه واجبنا الإنساني أنه نتعاطف مع المظلومين بكل بقاع الأرض وجينا رسمنا هون على جدار بيت مدمر دمروا الطيران والقصف لنقول أنه الظلم موجود بكل مكان والعنصرية موجودة بكل مكان بالولايات المتحدة جورج قتل خنقا تحت قدم الشرطة وهون المدنيين عم يموتوا قتلا وخنقا وقصفا الظلم موجود بكل مكان نحن لأنه تعرضنا للظلم وتعرضنا حتى تعامي كل دول العالم عن قضيتنا بس نحن ما هالشي ما نسينا واجبنا الإنساني كان من واجبنا الإنساني نتضامن مع المظلومين في الولايات المتحدة عنده الحقوق نحن عندنا حقوق كمان نحن قتلنا لأنه طلبنا بحقوقنا وجورج قتل لأنه طلب بحقوقه نحن حبينا نوصي رسالة من خلال هالرسمة للعالم أنه نحن ما لنا بقاء إرهابي نحن بنتعاطف مع كل القضايا الإنسانية ومع كل مظلوميات الناس وكل مظلوميات الشعوب رغم الخذلان العربي ورغم الخذلان الأممي لنا بس نحن واجبنا بيحتم علينا أنه نكون نتعاطف مع كل القضايا إن كنت تستطيع أن تنظر إلى الكاميرا وتتحدث مع الشعب الأمريكي نعم أنت سوري وترى القتل كما أنت كنت تتكلم عنه نعم إن كنت تستطيع أن تنظر إلى الكاميرا نعم ماذا تقول للشعب الأمريكي؟ نعم نحن بنقول للشعب الأمريكي نحن بنحترمك بنحترم قضاياك ومنتمنى نتمنى أنه توقفوا هذا المجرم بشار الأسد عند حده قتل أكثر من مليون شخص شرد أكثر من 8 ملايين إنسان مدني بريء من مدنهم وقراهم نحن نعرف أن الشعب الأمريكي شعب بيحب الحرية نتمنى منك ونحن أصلاً متعاطفين مع القضايا اللي بتصير بالولايات المتحدة ونتمنى كمان أنه يعم السلام بكل شعوب العالم وكل دول العالم بس نتمنى انه تضغطوا على قيادتكم على الرئيس الامريكي لياخذ اجراءات بحق المجرم بشار الاسد وكل مين ولا وكل العصابات يلي عم تساهم بقتل الشعب السوري انا بلال عبد الكريم في بنش ادلب سوريا جزاكم الله خيرا مع عبد العزيز الاسمر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته